سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله حابين ندير لكم حلوى بالشوفان، حاجه هكا صحيه معمره يعني بالفوائد الغذائيه. عم بالكم بلي الشوفان غني بالالياف والفيتامينات المختلفه ومليح بزاف للصحه نتاعنا، خصوصا الاصحاب الريجيم. يعني الوصفه هذه سبيسيال ليهم باسكو بزاف طلبتوني في هذه الوصفات الصحيه، فحبيت ندير لكم هكا تنوع في الوصفات. اذا كما راكم تلاحظوا هنا في الوعاء حطيت 125 غرام نتاع مارغرين تكون طريه بدرجه حراره الغرفه. راح نضيف لها بيضه وصفار نتاع بيضه، نضيف لهم نص كاس نتاع سكر ناعم وثلث الكاس مايزينا. توجو هذا الكاس اللي خدمت به، ندير الثلث نتاعو مايزينا، وراح نخلط المكونات مع بعضهم هكا، ومن بعد نزيد نخفقهم بالباتر. بعد ما خفقت المكونات جيدا بالباتر، الان راح نبدا نلم بالشوفان. انا هنا كما شفتوا راح نخدم ديريكتومون بسحوق الشوفان، يعني اوليو اللي نشري شوفان ونرحيه راح ديريكتومون نخدم بالشوفان المرحي. راح نخدم بهذا لامارك نتاع اولاغرو. البنات هنايا كما شفتوا انا في الاول ما درتش لافاني بيسك يعني هذا لامارك المسحوق نتاعها جاي اصلا بنكهه الفانيليا، وبالتالي يعني ما راحش نضطر اني ندير لافاني. الكميه ماهيش محدده، انا راح نبدا نضيف بشوي شوفان ونشوف يعني حتى نوصل القوام تاع العجينه اللي حايبته. ايضا ها هي البودر، نبدا نضيف بالتدريج. ديروا حسابكم باللي مسحوق شوفان يشرب ليه ليه. طبعا العلبه ما فيهاش غير هذا الكيس، فيها الزوج تاع الاكياس. ايضا نحط هنا، راح نضيف بشويه طبعا نغربلو بهذا الشكل، نضيف نص كيس نتاع خميره الحلوى. نتخلص من الحبيبات هذه الخشينه، نحط الخميره ونبدا نلم العجينه نتاعي. كما قلت لكم نلموا بشويه حتى نوصل قوام العجينه المطلوب. دوك نشوفوه مع بعضنا. اذا البنات ها هي العجينه اللي تحصلت عليها، انا خليتها طريه شويه. قلت لكم بلي يعني الشوفان سريع الامتصاص، يعني تخلوها طريه ترجعوا هكا شويه ليها تلقاوها وصلت القوام نتاعها المطلوب. الان واش راح ندير؟ راح نبسطها ونطبعها. اذا الفرن اللي حطيت فيه سخن على 180 درجه، راح نبدا نبسط العجينه. السمك اللي يكون متوسط نوعا ما باسكو حطينا لاليفير. انا هنا راح نستعمل هذا الطوابع، وانتم تستعملوا يعني الطوابع اللي حبيتوا اللي متوفرين عندكم. ايضا نبدا نطبع. نستعمل كذلك هذا الطابع المستعطيل. ونديرهم في الصينية.
بهذا الشكل. إذن البنات هذول طبعا حطيتهم في الصينية، والعجينة هذيك عاود لميتها بركة بيدي بلا ما نعجنها، نعاود نبسطها ونعاود نطبعها. ومن بعد ما نكمل الطبع وكل شيء راح ندخل الصينية الفرن الطيب، ما نخليوهاش تتحمر بزاف خلاص. مهم هكا يعني يبدا بك شويه ياخد لون ذهبي، يعني يطيب بلا ما يتحمر خلاص باش ما ييبسلناش. ولما نطيبوه نرجع لكم باش نوري لكم واش نزيدو نديرو له. اذا البنات ها هما لي بسكوين تاعنا بعد ما طابو، كما قلت لكم جست برك هك شويه يبداو ياخذوا صفوره، يعني يكونوا طابو بلا ما يتحمروا خلاص. راح نطفي عليهم، هنا خليتهم حتى بردوا شويه، والان راح يعني نمونطيهم او نزينهم. طبعا احنا نحوسوا نديروا حاجه اللي تكون اقتصاديه اكثر، فلهذا راح نختاروا يعني الحاجه اللي راح نزينوا بها، وتقدروا يعني تاكلوهم هكا برك طول دي بسكوي مع حليب ولا قهوه ولا كما حبيتوا. انا هنا مش راح ندير لهم، راح نركب كل زوج مع بعضهم بالكونفيتير. يعني قلت لكم حرصت انه ندير حاجه تكون يعني صحيه اكثر، ولو انه يعني درنا السكر وكل شيء، ولكن نحاولوا يعني نقللوا من هاد المواد المضره. اذا راح نلصق كل زوج مع بعضهم فقط هكا بلا كونفيتير بهذه الطريقه. طبعا المربى هو الحاجه الوحيده اللي يعني نقدروا نقولوا صحيه نوعا ما، حتى هو مخدوم بالسكر، ولكن خير من نلصقوا مثلا بالكريم. اذا نكملهم كامل ونرجع لكم. نجول التزيين النهائي راح يكون خفيف ظريف. هنا ذوبت شويه نتاع شوكولا بنيه، وراح ندير خطوط بهذا الشكل، وندير حبه نتاع لوز محمصه بهذه الطريقه. كما قلت لكم تحبوا ما ديروش ابدا هذا التزيين، وتاكدوهم هكاك سامبل. هنا في القلب ندير في نصف القلب فقط، والجهه الثانيه ندير عليها حبه نتاع لوز بهذا الشكل. اذا نكملهم كامل ونرجع لكم ان شاء الله. اذا البنات ها هي الحلوه نتاعي بعد ما كملتها، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقه وعجبتكم الحلوه. بهذه الكميه يعني اللي خدمت لكم بها انت 125 غرام تاع مارغرين، خرجت لي 26 حبه. طبعا الكميه تختلف على حساب الحجم تاع الحبه، على حساب العلوان تاعها، ولهذا الكميه ما راحش تكون دقيقه، ممكن تجيكم اكبر يعني من هكا، وممكن تجيكم اقل نتوما والطابع اللي استعملتيه. عموما انا جاتني 26 حبه، يعني كميه لا باس بها. على بالي دوك حابين نشوف القوام، راح نقسم معكم حبه. نشوف القوام نتاعو يجي هش وفي المذاق يعني بزاف بنين، وريحه لافاني فيه. واش نقول لكم ما شاء الله، يعني جايه اصلا جايه فاني هذا الشوفان اللي خدمت لكم به. على فكره الذوق تاعو لا يختلف ابدا يعني على اي بسكوين خدموه بالفارينه، بالعكس انا بلي الد يعني بلي لوغو احسن من الفارينه. اذا ان شاء الله تجربوه، وان اعجبكم تخلوا لي ارائكم في التعليقات. وهذا هو الفيديو نتاعنا نتاع اليوم، نلتقي في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.